من المعروف أن هذا العام العدد زاد كما صرح رئيس البعثة بحوالي من 20 إلى 25% عن الأعوام السابقة، وأيضا التصاريح كلها تؤكد أن هناك استعدادات كبيرة حتى الآن، حتى من خلال الحجيج المصريين في الرسائل التي ترسلها أو يرسلها موفدنا إلى هناك الزميل محمد ترك، تؤكد أن الأمور تسير على ما يرام. للمزيد من التفاصيل معنا بالفعل الزميل محمد تركي موفد اون لايف الى الاراضي المقدسه. محمد اهلا بك، ربما هناك مجموعه من الابعاد من خلال الايام الحاليه، منها البعد الامني، البعد الصحي، وايضا البعد التسكيني وبعد التيسير على الحجيج اثناء المشاعر المقدسه. هذه الابعاد اعتقد انك اصبحت ملما بها، نريد ان تشير الى بعضها والوضع الحالي هناك. أهلا بك زميلي العزيز سيد، أهلا بكل مشاهدي الكرام، أحييكم هنا من مكة المكرمة من قرب المسجد الحرام. بالفعل التقيت منذ دقائق رئيس البعثة المصرية دكتور مصطفى مدبولي، سألته عن أمور الحجاج، سألته عن الأمور الصحية، سألته كذلك عن التسكين، وسألته عن المخيمات الموجودة في منى وعرفات ومتى سيتم تفقدها. أجاب علي، سوف نذيع، سوف أرسل لحضراتكم بعد قليل هذه التصريحات لتذاع على شاشتنا. لكن دعونا نتحدث بشكل عام، استعدت مكة على قدم وساق. نعم، تأهبت لموسم الحج هذا العام، بالفعل كل مكان مزدحم الآن، قوات الأمن تطوق كل الأماكن، متواجدة في كل الأماكن، تطوق حول مدينة مكة المكرمة. الحقيقة أننا نتحدث عن منظومة متكاملة، سواء صحية أو أمنية أو كذلك إدارية، لأن المسألة الإدارية تبدو الأصعب، مسألة المرور مثلا والازدحام حول الحرم، دخول السيارات والحافلات أمر حقيقي للغاية، يبدو صعب. أحيانا يكون من السهل أن تنزل بعيدا عن الحرم وأن تترجل حتى تصل إليه. الإحصاءات الرسمية تتحدث عما يزيد على 2 مليون حاج هذا العام، الحقائق غالبا بتكون أكثر من ذلك، نتحدث عن ملايين يتواجدون في نفس المكان أو في نفس المدينة في نفس التوقيت. لكن على أي حال، تبقى من الزمن 3 أيام ثم يبدأ يوم التروية إلى منى، وهو أول شعائر الحج. منى يوم التروية هذا سنة إلى الشعيرة العظمى وقفة عرفات. محمد، ربما السلطات السعودية أيضا ساهمت في تسهيل الأمر بالنسبة للحجاج من خلال الأجهزة الذكية، من خلال الموبايلات الذكية، في توصيل معين إلكتروني بيستطيع الحاج من خلاله أن يستغيث لو كان في وضع حرج، يستطيع أن يتصل بإداراته والبعثة الخاصة به. كل هذه الأشياء أعتقد أنه في خبر تم تداوله بهذا الخصوص، هل هناك معلومات؟ نعم، لكن لن أخفيك كثيرا، هو تطبيق، ليس كل الحجيج على دراية به، وليس كل الحجيج يستطيع أن يستعمله، لكن على الأقل أنت موجود في محيط سوف يكون هناك أحد الأشخاص سوف يقوم بالاستغاثة أو غيرها. لكن دعني أقول لك شيئا، من ضمن المجهودات ليست فقط هذا، لكن فكرة التواصل، يعني السلطات سواء الشرطة السعودية أو سواء جهات العلاج والمستشفيات الميدانية، الحقيقة أنها تغطي كل الأماكن تقريبا، يعني دائما هناك حالة من التماس ومن التواصل ما بين حجاج بيت الله الحرام وبين أحد من السلطات، يعني ستجد لك مخرجا. نعم، هناك رغبة في التطوير كما تتحدث أنت عن الأجهزة الإلكترونية والقطار السريع وغيرها، لكن دعنا نتحدث أن الحج في مشقته سيحتاج إلى إجراء أسرع، سيحتاج إلى تواجد السلطات في كل الأماكن، وأعتقد أن هذا ما لا تألو فيه المملكة جهدا حتى الآن أو حسب مشاهداتي ومعلوماتي. إليك. نحن في انتظار مزيد من الرسائل من موفد أون لايف إلى الأراضي المقدسة، زميل محمد ترك، شكرا جزيلا.